ابطال افريقيا. ما بنشوفش الكلام ده غير بس عندنا، بس للاسف الشديد، للاسف الشديد شفنا ليفربول وتوتنهام اللي توج فيها ليفربول بدوري الابطال الاوروبي، وطبعا النجم الكبير جدا محمد صلاح كده هنتكلم معاه مع ضيوف الكرام اللي شرفوني الكابتن محمد حشيش نجم الاهلي والكابتن ايمن دجيش الحكم الدولي السابق، هنتكلم معاهم في كل التفاصيل اللي فاتت في الفتره الاخيره. لكن كانت ازمه فعلا، ازمه، والحكم بصراحه الجميل الحكم مش عايز اتكلم عليه برضه، خلي بقى الكابتن ايمن دجيش يتكلم عليه، بكاري جسامه حكم، يعني لما اللعيبه تقول له روح بص على الفار يقول لهم لا مش هبص، مش عارف خايف من الفار ولا ايه، بصراحه حاجه بصراحه تخليك انت كمان تستغرب. وده بيثبت ان احنا النسختين اللي فاتوا كانوا فعلا بفعل فاعل، زي ما انا اتكلمت قبل كده وكنت قاعد في الاستوديو التحليلي للنادي الاهلي كنت بتكلم ان احنا خسرنا البطوله، وعمري ما هنسى الجمله اللي قلتها، كانت جمله يعني طلعت مني كده، ان احنا خسرنا البطوله فعلا بفعل فاعل النسخه اللي قبل اللي فاتت تحديدا كمان. لكن حاجه مريبه لما تلاقي رئيس نادي يطلع يقول لك اصل هم قالوا لي اسكت ونديلك النسخه اللي جايه، وحد يقول لك لا مش عارف اسكت ونديلك، مش هتحس ان الموضوع كده عارف بيفرقوه بينه وبين بعض، حاجه تخليك تشمئز من الوضع في المسابقات الافريقيه. يا رب ان شاء الله الدنيا تتصلح وترجع زي يعني فيها فير على الاقل، فيها فير، مش عايز اقول زي اوروبا. ده الفار قدامكم مش عارف كان بقى عطلان ولا اللعيبه كسرته، المهم انه ده الوداد لمس سجم المباراه، وفي ازمه كبيره جدا دلوقتي في الاتحاد الافريقي، مش عارفين هل هتعاد هذه المباراه ولا هتعتمد للترجي بطل لافريقيا، مش عارفين ايه اللي هيحصل. لكن طبعا كانت ازمه وكانت فضيحه بصراحه، كانت فضيحه اللي حصل، كان فضيحه. شفنا ليفربول وتوتنهام، المباراه خلصت ليفربول كسب وتوتنهام لعب، وبالرغم من كده اللعيبه وقفت وحيوا توتنهام، واللعيبه بتوع توتنهام حيوا ليفربول، وكانت حاجه بصراحه المفروض الكلام ده يحصل عندنا احنا اولى، يعني احنا اولى، يعني ربنا يتوب علينا بصراحه من اللي بيحصل ده، وكل واحد ياخد حقه، وكل واحد يعني ياخد اللي تعب عشانه. الاتحاد الافريقي اجل اعلان حل او اصدار اي قرارات بعد ازمه الترجي التونسي والوداد المغربي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، حيث تم تاجيل الاجتماع الى غدا الاربعاء، وياتي القرار بعد انطلاق الاجتماع اليوم الثلاثاء وتوقفه حتى يتسنى للاعضاء حضور حفل من تنظيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ده نص الخبر، وبالتالي يصدر الكاف قراره النهائي في الازمه غدا الاربعاء ان شاء الله. حضراتكم متوقعين ايه؟ هتعاد المباراه ولا مش هتعاد؟ هتعاد ولا مش هتعاد؟ حاجات كتير جدا. الوضع متأجج داخل جدران الاتحاد الافريقي، احنا اللي بنجيب نفسنا المشاكل. يعني حكم بيحكم نهائي بطوله كبيره جدا بحجم بطوله ابطال افريقيا، وهدف حواليه مسار كبير جدا من الشك، وعنده فار ومش عايز يروح يشوفه. ما يعني انتوا تفسروها ازاي برضه؟ يا استاذ روح شوف الفار. لا انا مش عايز اروح، اصل مشوار بعيد، اصل انا تعبان، اصل انا عندي شد، اصل الفار هناك مش عارف بيخوف. ما تفهمش في ايه بصراحه، يعني تعنت غريب جدا. اليوم حق بصراحه، في واحد بتصور جنب الفار وهو بيضحك، وحاجه جميله قوي. ده كان نص الخبر. وبرده الاتحاد الافريقي برده في ورطه، مباراه لم تستكمل بعد انسحاب الوداد لعدم استخدام تقنيه الفيديو. طب انتوا عملتوا الفار ليه؟ هو الترجي بطل النسخة، هو كده ماشي، ونديكوا انتوا النسخة الجاية. طب واحنا كأهلي مثلا، أو الناس اللي بتتعب وبتشتغل، والجمهور اللي بتحرق دمه، والإدارات اللي بتبقى مطالبة إن هي تجيب لفريقها كؤوس كبيرة جدا، إيه؟ يعني هتوزعوا لنا احنا مثلا كاس بعد النسخة اللي بعد اللي جاية؟ ربنا يهدي الجميع. أمين عمر حكم لنصف نهائي